يقول: سمعناكم في برنامج نور على الدرب سابقا قلتم الله قد يعطي الكرامة لأحد لأنه يحتاج إليها، نرجو من سماحتكم توضيح هذه العبارة، وهل مجرد أن يخطر ببال أحد أن الله يعطيه الكرامة ما عدا يعطيه كرامة ما عدا الاستقامة دون أن يطلب الكرامة من الله؟ نعم، قد يحتاج الإنسان إلى شيء وليس عنده أشياء يحصل بها على حاجته، فالله يأتيه بحاجته من غير تعب ومن غير بذل أسباب، مثل ما حصل لمريم أنها لما اعتزلت الناس واتخذت حجابا تستر به مكانها وتصلي وتتعبد صار يأتيها الرزق وهي لم تخرج ولم تطلب الرزق، بل يأتيها بدون تعب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني محل العبادة الذي هي فيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا من الكرامة التي يعطيها الله لعبده لحاجته إليها.